بطيئا تسير المعركة في كرش بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الجماعة الانقلابية من جهة أخرى. القرية الصغيرة الواقعة في الجهة الغربية من محافظة لحج اندلعت فيها معارك ضارية منذ الساعات الماضية بعد أن شهدت هدوءا نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه هدوء غير مستقر بحسب المصادر التي أكدت أن المنطقة والقرية بشكل عام ظلت تتعرض لقصف الميليشيا ما خلف دمارا كبيرا طال ممتلكات المواطنين الذين نزحوا هربا من قذائف وصواريخ الميليشيا. تخفيف الضغط عن المنطقة يتطلب أن يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة واسعة ضد الجماعة الانقلابية، لكن قلة الدعم بحسب مصادر عسكرية واتساع مساحة المواجهات تشكل عبئا إضافيا على قوات الجيش، بالإضافة إلى التضاريس الجغرافية المعقدة التي تلعب دورا في إعاقة تقدم الجيش، أو كما يرى البعض أن قوات الجيش القادمة من الجهة الجنوبية لم تفضل مواصلة التوغل في أولى مناطق محافظة تعز التي ترتبط مع آخر مناطق محافظة لحج. على الرغم من كل ذلك، يذهب الجيش من وقت إلى آخر لخوض قتال مع عناصر الميليشيا التي تحاول التوسع في الجبهة بالعودة إلى المحافظة الجنوبية. مؤخراً استعادت قوة الجيش الوطني والمقاومة عدداً من المواقع المهمة كما تقول بعد معارك عنيفة مع الميليشيا، أسفر ذلك عن سقوط 8 من عناصر الميليشيا وأحد أفراد المقاومة بينما جرح آخرون. لا تبدو كرش على موعد قريب بالخلاص من الحرب، فالمعركة بين الطرفين ما تزال تشتد وتيرتها، بينما يظل يترقب أبناء المنطقة رحيل كابوس الحرب عن بلدتهم المنكوبة بقذائف الجماعة الانقلابية.